peserta nomor 4.38 akan membaca surah Al-Ankabut dimulai dari ayat 14 dan seterusnya pada halaman 397. Peserta nomor 4.38 akan membaca surah Al-Ankabut ayat 14 dan seterusnya pada halaman 397. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم طوفان وهم ظالمون وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير
صدق الله العظيم.